بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله فخرجت معه فلقيه الولدان، فجعل يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا، ثم أنا فقد مسح على خدي حتى وجدت برد يده أو ريح يده كأنها خرجت من جؤنة عطار. هذا الحديث يبين لنا أمرا مهما في التربية، أن النبي صلى الله عليه وسلم تشجيعا للأطفال الذين كانوا يأتون إلى بيت الله عز وجل فكانوا يستقبلونه. وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان من صغار الصحابة، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 2000 صلاة. يعني هذا الصحابي مع صغر سنه يقول صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام 2000 صلاة، يعني وين صلاها؟ في المسجد. قال: وجالست رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مجالسة. يعني سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث مع صغر سنه، ونقل لنا من الأحاديث الكثيرة، فكان من أكثر الأحاديث أو ممن نقل لنا أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع صغر سنه. فلذلك تربية الأبناء بالإتيان بهم إلى بيت الله عز وجل هذا أمر مهم، فعلى الوالدين أن يشجع أبناءهم على الإتيان إلى بيت الله عز وجل حتى يتربوا في بيت الله كما تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام، جابر بن سمرة قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأولى، يعني صلاة الفجر، ثم ذهب إلى أهله وكنت معه، يعني كان يمشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فتبعته فتبعه الولدان، يعني كان حتى غيرهم من غير جابر من الولدان يتبعون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفهم. قال: فأصبح يمسح يده على خدي كل واحد منهم عليه الصلاة والسلام. قال: فأما أنا فمسح على خدي فوجدت برد يديه وريحا رائحة يد النبي عليه الصلاة والسلام كأنها أخرجت من جؤنة عطار، يعني من سلة عطار فيها من العطور. كيف الإنسان يدخل يده في هذه السلة وتخرج يده فيها الرائحة الطيبة، هكذا كانت رائحة يد النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا شعر بها الأطفال وهم يروون لنا ما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام معهم من الملاطفة. فلذلك إخواننا، قضية الملاطفة مع الأطفال والإتيان بهم إلى بيت الله عز وجل وتربيتهم على الصلاة في بيت الله وأخذهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيت الله، هذا أمر يجب على الأهل أن يقوموا به تجاه أبنائهم حتى ينشأ هؤلاء الصغار على ما نشأ عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون بذلك قد أديت الأمانة التي عليك في تربية أبنائك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.